كل سنه وانتم طيبين. النهارده خالقكم محمد عامله لكم الاكله بتاعت ايه الحر اللي الجاي والجميل اللي يرطب تبقى جميله. البطيخه النهارده انا اشتريتها، ولما رحت عند بتاع البطيخ الفكهاني قلت له انا عايزه البطيخه اوريها لي، اللي بص ده رفيع من العرش بتاعها رفيع بتبقى مسكره وحمراء وكان زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى اهوت شايفين انا بقى ايه، ما بروح عند بتاع الفكهاني بعمل البطيخه كده ايوه، لو طقت كده تبقى ايه احس ان هي حمراء صح ومرمله. يلا يلا نشوف البطيخه بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اولاد لما بتقطعوا شقه البطيخه وبتفتحوها البطيخه بتتبهدل. ادي فتحه البطيخه وتاخدي منها بطيخ. بسم الله الهادي. انا هسيب تاني ها زي ما انتم شايفين الحمد لله كويس قوي. انا بقى ممكن اقطع لكم البطيخه بطريقتي. في ناس بتقطع شقق وفي ناس بتقطعها ايه كده، انا بها زي ما انتم شايفين اهو. كده بقى يا ولاد انتوا سهيل على نفسكم اهي. ادي البطيخه عندي ولا هيطلع منها قشر ولا هيطلع منها حاجه زي ما انتم شايفين. ادي بقى اهي زي ما انتم شايفين اهو اهي اهي. ادي خليكم محمد. شفتوا بقى تحت البطيخ بتاعه ام احمد يا اولاد وطريقتها، شفت ان انا قطعتها ازاي. ادي احنا قطعنا البطيخ وقلتها بقى ايه هشكل الجبنه، هزوق الجبنه بتاعتنا عشان ناكلها بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انزل كل ده قدام مني طبعا، طبليتي زي ما انتم عارفين ام احمد هو اللي بتخلي كل حاجه ايه نضيفه. هنزل بالجبنه كده وهنزل عليها بالطماطمه. شيل بس الحته الاول ايه مكعبات كده، مش عايز طماطم مش مشكله، مش عايزه فلفل مش مشكله، حط حبه شطه وحبه زيت وكل. ويا سلام بقى جنب البطيخ ده جبنه قديمه بقى مع البيض ده وبالهنا والشفا. بس احنا عشان في الحر عايزين حاجه ترطب جبنه الجبنه البيضه. دلوقتي انا قطعت ايه الطماطم وبعد كده رحت مقطعه الفلفل وحطها عليه. انا دلوقتي هحط شويه بقى شويه شطه بودره كده اه بصات بس عشان يدي طعم بس، مش اكتر، مش عايزه تحطي ما تحطيش، وشويه زيت بصات. وممكن اقلبه وممكن ما اقلبهاش، انا احب احطها كده زي ما انتم شايفينها. مش هقلب قوي عشان مش عايزه اضيع منظر ايه الطبق بتاعي. كده عندي اخر البيض، اخر حاجه سلقت البيض البلدي عندي بقى اهو، وارش عليه بقى الفلفل الاسمر بالمنظر ده اهو. كده ايه خليكم احمد لما اكون زهقانه مش قادره تقف في المطبخ والاكل المفضله عندنا في الحر ده ترتب على قلبنا كده، انا جبت البطيخ وما بتاخدش 3 دقايق والجبنه والبيض وبالمنظر ده وكله بالهنا والشفا. ادي الاكل المفضله عندي وترتب كده على قلب كل، مش ام احمد بس، على كل الناس. البطيخ تحطيه في الثلاجه والجبنه تعمليها بالمنظر ده والبيض وبالهنا والشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.